بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل ويندوز 7. انا عارف ان الدرس ده مش جديد، ولكن في بعض الناس مش عارفاه، فانا بعيد شرح الدرس، وهو ازاي هنعمل ويندوز 7 على كمبيوتر مكتبي. اول حاجة هنحط الفلاشة في الجهاز او الاسطوانة الويندوز، وهنفتح الجهاز وهنشوف هنشوف الجهاز بتاعنا بيبوت بانهي زرار. انا عندي جهاز بيبوت بزرار F9، فهضغط له F9 عموما اول ما الجهاز يفتح. هنا الجهاز فتح معايا يا جماعه اهوت. انا حاطط فلاشه، تمام، انا حاطط هنا فلاشه عليها ويندوز. انا الفلاشه بتاعتي انا عليها جميع الويندوزات، تمام. فانا هختار الويندوز اللي انا عايز اعمله، هشوف الويندوز اللي انا عايز اعمله بالتحديد هو ايه. في عندي اكس بي، وفي عندي 7، وفي عندي 8 و10. فانا هشوف الويندوز اللي انا عايز اعمله. طيب هضغط اول حاجه اختار اسطب ويندوز 7. هنا بيقول لي الملف اللي انا دخلت عليه ده عليه ويندوز 10 وعليه ويندوز 7، فانا اختار ويندوز 7 واضغط على انتر. زي ما انتم شايفين الخط اللي بيحمل ده يا جماعه بيعمل لودنج الملفات النسخه، فانا هستنى لما يخلص كده بدا يحمل معايا. الجهاز هنا بدأ يحمل ملفات النسخة اهو. زي ما انتم شايفين النسخة الويندوز ديت ينفع اعملها كلها عربي، وينفع كلها فرنساوي او انجليش. طيب انا هختار اللغة الخاصة بانجليش، تمام، واختار الخطوة دي هختار ايجيبت، عربيك ايجيبت. ليه بقى؟ لان عشان يبقى في عندي اللانجوج بتاع الكيبورد بتبقى عربي وانجليزي، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. مش هعمل اي حاجة تاني غير ان انا هضغط نيكست واضغط على انستيل ناو. هنا بيحمل معايا اقل من دقيقة، وهيفتح لنا الخطوة الاخيرة. الخطوة الاخيرة ان انا اختار الويندوز 64 او 86. طيب ايه الفرق ما بينهم يا جماعة؟ الفرق ما بينهم ان انا لو الرامات بتاعتي اكتر من 2 جيجا هختار 64، الرامات بتاعتي 2 جيجا هختار 86. طيب ليه؟ علشان ال 64 الرامات ال 4 جيجا معاها بتبقى اسرع شوية. طيب دلوقتي انا الرامات عندي اقل من 4 جيجا، اختار 86 واضغط على نيكست. هنا بعد ما دوست نيكست جاب لنا القايمه دي، هختار على اي اكسب واضغط على نيكست كمان مره. دلوقتي في اختيارين، بيقول لك ابجريد يعني تحديث ملفات الويندوز، ولا تصطيب ويندوز جديد. انا هختار تاني اختيار ده. طيب دلوقتي قدامنا البارتيشنات اللي هي على الجهاز، اللي هي موجودة على الهارد، تمام. طيب انا دلوقتي عشان ما اعملش اي خطوة غلط ولا فرمت اي حاجة من دول، اختار الملف اللي مكتوب عليه سيستم. في الغالب بيكون مساحته زي ما انت مقسم شوف مساحة السي عندك كام. طيب السي هنا 25 جيجا. طيب دلوقتي هنعمل بعد ما اخترنا ملف السيستم اللي هو في النسخة اللي احنا هنحط عليه النسخة اصلا، هنضغط على فورمات، هنفرمت الويندوز القديم ونضغط على اوكي. كده فرمط لنا الويندوز القديم زي ما هو على نفس الاختيار، وهضغط على نيكست وهسيبه يحمل براحته، وبكده تقريبا يكون الويندوز اتعمل. طيب هنتظر، هوقف الفيديو لحد ما التحميل بتاع الملفات. هنا هو خلص تحميل وعمل ريستارت لوحده اهو من غير ما اعمل اي حاجة، وفتح يحمل ملفات الويندوز.
تمام. اخر حاجه اللي هي كومبليت ديت مش هيطول فيها، بس برضو علشان ما اطولش الشرح عليكم والفيديو هوقفها، اوقف الفيديو على ما يخلص الكومبليت ده، مع انه مش هياخد دقيقه يعني. هو هنا يا جماعه تقريبا خلص اهو، هيعمل ريستارت تاني. القائمة دي بتيجي يا جماعة عشان أنا حاطط فلاشة البوت على الكمبيوتر. دي تعتبر خطوة أخيرة. تمام، هو كده فتح معانا اهو. هنكتب، بيقول لنا اكتب اسم الجهاز اسمك ايه يعني. انا عن نفسي بحب اكتب هوم. مش بكتب اسمي، انا بكتب هوم اللي هو الجهاز مكتبي اصلا، جهاز منزلي. واضغط على نيكست. هنا لو عايز تعمل باسورد للويندوز انا هتخطى المرحلة دي واضغط نيكست. وهنا بيقول لنا لو معاك سيريال تفعيل للويندوز برضو هتخطى المرحلة دي. الحاجات ديت اللي هي بتاعت الفاير ويل وكده ملهاش لازمة يعني، تختار اول واحدة او اخر واحدة مش هتفرق. اضغط نيكست، اسيب كل حاجه زي ما هي. هنا النت عشان يبقى شغال كويس اختار هوم نتورك علشان بقى جهاز مكتبي. الاختيارين التانيين يا جماعه بالنسبه ليهم دول بتوع الشركات، السيرفرات وكده يعني، شغل تاني ما لهمش علاقه بينا اصلا. وفي الاغلب لو اخترناهم النت مش هيشتغل على الجهاز. هنا بيفنش. هنا خلاص يا جماعة الجهاز فتح. رسالة زي دي ملهاش لازمة. طيب هنا الجهاز رستر لنا كمان مرة.
الجهاز فتح هنا يا جماعة اهوت. دلوقتي هظبط سطح المكتب ديسكتوب. تمام كده يبقى خلصنا الويندوز اتعمل تمام مفيش اي مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين السي هي اللي تم مسح الملفات من عليها تمام، اللي هي الملف ده اللي بيبقى مكتوب قصاده سيستم تمام. كل الملفات ديت ما ينفعش نعمل على الويندوز عشان ما تعمل لناش مشكلة في الجهاز او تمسح لنا اي ملفات خاصة بيها.